ورد يوتيوب، كيف الحال؟ اخبار ايش مسوين؟ عساكم خير. حليم تاج السر رد على تراك ماجستيك من 9 ايام. اوكي، هنا اثبت لنا شيئين. واحد، الانسان هذا متهور، فهمت عليه؟ او انه عنيد. انا ما ادري كيف بيرد على تراك ماجستيك برو من قوه التراك هذاك. يعني بعد ما خلصت الرياش انا قلت كذا خلاص كفايه 249، خلينا نروح للسيز الثاني، فهمت عليه؟ لانه كان على الريبيت ممكن لمده اسبوعين، فهمت عليه؟ ثاني شيء، اسم التراك مو زلاتان، اسم التراك وارس، حروب. فما ادري ليه غير الاسم، شكله شاف الكومنتات تبع الانستغرام بوست اللي سواه هناك، فهمت عليه؟ او شاف الرياكشنز للتراك تبع زلاتان ورتب وضعه، يعني فهمت عليه؟ وهكذا زي ما قلنا اسم التراك وارس. كالعاده دي جي عالو على البيت. ايوه، شوف عندي عاده سيئه انا، اللي هي ايش؟ الهاشتاجات مكانها غلط، فهمت عليه؟ والاخطاء الاملائيه هنا تقهر، فهمت عليه؟ يعني ما ادري الابوستروفي هذه ما لها اي داعي، فهمت عليه؟ المفروض وارس كذا من دون هذه، فهمت عليه؟ شيء كذا عاده غبيه عندي، فهمت عليه؟ بس هذا حبيت اني اقوله وخلاص، يعني جست تو سيد، يعني عرفت؟ اوه انا ما سويت سبسكرايب. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. المهم دي جعلوا على البي زي ما قلنا، على المنصات، نزل من 9 ايام حاجه كذا. المهم كلمات اهم شيء. ليتس جو. كيف بيرد على ماجستيك؟ كيف بيرد برو؟ احد البارات تقول او احد اللاينات تقول شيطان بقرون دين عكس، بمس وبحفر وبطلع لفوق بهيتس. وات ايش بيقول برو؟ كل واحد دبر سماعته، اللي ما عنده سماعات بوز يروح دبر سماعته، او بوز تروح دبر سماعته. سباك ريلاكس، حليم تاج السر، حروب، ليتس جيت ات. انا شايف الناس دي تتقطب البطاطين وتشوف لها شواحن وتقعد تسمع وتعيد، لانه حيكون في ردم شديد والله. ايش قاعد يقول؟ انا شايف الناس دي تتقطب البطاطين وتشوف لها شواحن وتقعد تسمع وتعيد قال ايش؟ انا اشوف ان الناس تتغطب البطاطين. على فكره بطاطين هذه قصده بطانيات، بس هذا الجمع السوداني، فهمت علي؟ الجمع العربي للبطانيه هي بطانيات، صح؟ لكن بالسوداني بطاطين. يقول تغطب البطاطين وجيب الشواحن، عرفت البوزيشن قبل ما تنام، اوكي؟ وتسمع وتعيد التراك. We're going to do that. يس يس. حتى حليم قاعد يوريكم انه التراك هذا او الفيديو هذا بيكون مطول، كل ثانيتين راح نوقف ونتكلم كثير، لازم تكون فاضي عشان تفرج الفيديو هذا، لانه حيكون في ردم شديد والله. انتو سامعين؟ سامعينك. سامعيني ولا ما سامعيني؟ سامعين. سينا التاج والتجزات وتوج بينا، في قبر بيحفر وقايل نفسه بيحفر لنا. كضب ما بيقدر وما تخلق قلبي يجي يحقر بينا، ما ظننا حصلت وما ظنيتها بتحصل لنا. حروب كثيرة معنا المولى، نحن الدولة يا اخي والدو لسه بنسخن، دي اول جولة عالم خش القند عليه وستولة. بوز 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 بوز. اوكي سو قال لابسين التاج والتاج ذاته توج بينا، صح؟ يقول لك توج البطل، توج الملك الجديد بالتاج مثلا، فهمت علي؟ نو نو نو، هنا يقول لك حتى التاج نفسه توج بينا، فليكس كذا عجيب. غير كذا انتوا سامعين؟ شايفين الكوريك هنا؟ شايفين الكوريك هنا؟ جانجستا جانجستا جانجستا. سامعين 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 حليم، سامعين سامعين. ليتس جو ليتس جو ليتس جو. لانه حيكون في ردم شديد والله. انتو سامعيني؟ ردم شديد. انتو سامعيني ولا ما سامعيني؟ لابسين التاج والتجزات وتوج بينا، في قبر بيحفر وقايل نفسه بيحفر لنا. كضب ما بيقدر وما تخلق قلبي يجي يحقر بينا، ما ظننا حصلت وما ظنيتها بتحصل لنا. حروب كثيرة معنا المولى، نحن الدولة يا اخي والدو لسه بنسخن، دي اول جولة عالم خش القند عليه وستولة. ثبات انفعالي اعصاب الشتاء، دنيا اللعينة دي عايزة كده، طالب من الله ومن رضا، بكرة بنعود سنين الشقا. رسان كثيرة الطاير شاف الطل والطاير، شنب وتاج وسلاح في اليد، صد ما في هنا رد رد، جبل عالي تلقاني سر بتفن حي وتلحت، كلامه ني وكلامي جد، تصير بضفيرة قصاد السهر. ويت حركة حلوة انه ما نزل زلاتان، لانه التراك زلاتان صراحة مقارنة بالتراك هذا سيء، فهمت عليه؟ سيء 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 سيء، وباين يعني زعلان من تراك ماجستيك،
زعلان من تراك ماجستيك، زعلان زعلان. وكلامي جد تصير بضفيرة قصاد أسد، بضفيرة قصاد أسد. إيش هذه سبة يعني؟ أنا سمعت قال شيء قبل بضفيرة. بضفيرة تدوب ما عنده ضفائر صح؟ عنده دريدلوك صح؟ يس ما أظن عنده ضفائر يعني. قلبي ابني بهدو بربط لجام وبجر وبشدو بقلع حزامي وبجلدو بمدو ما سمي جري والفي بيتي كلبتو ها سوري قلبي ابني بهدو بربط لجام وبجر اللاين تبع اللي جنب زعلوا كمان. اوكي اوكي حليم زعلان برو زعلان. I can see that. بقلع حزامي وبجلدو بمدو ما سمي جري والفي بيتي كلبتو زعلان مو من ال النبرة نونو بالاختيار الكلمات فهمت علي؟ زعلت اللي جام هذي خلاص خلني عرصت شغالة يوم ما تتفكر سمعنا بيكت في القروش تمطر أحبال الصوتية التاريخ بسطر سلاحهم خفيف وسلاحي بودي سلاحي تجي رتتا قروشي كثيرة بشتتا بخش المدينة بلخبطة أيام اللعينة بزبطة دليف العالي سرعة فراري ما تكيف قصاده يا عمي صيل انتحاري رب طالباني أخوك بلادي نسيم وصم ببغاني وبيئم الماني وتلقاني السنة ده وقت الشيء كل أدب وتاني سكيني ثاني شقك اقطعك نصيش ويت فصيل انتحاري راب طالباني سموني بلادنا السين حالك انتحاري راب طالباني اخوك بلادنا السين اخوك بلادنا السين شايف كيف جاب طالبان بلادن يا اخي ان شاء الله الفيديو هذا ما يجي علامه صفرة عرفت افغاني وطالباني بعدين شوي كذا دخل في الصنف افغاني ما يحتاج تعرف ايش قصده باللاين هذا ما يحتاج واذا فهمت قلت اذا ما فهمت ما يحتاج تفهم بس عجبتني الربطه بين عرفت طالبان بن لادن وافغانستان بن لادن السين وصم بافغاني وبيئم الماني وتلقاني السنه ده وقت الشيء كل ادب وتاني سكيني ثاني شقك اقطعك نصين شيل نفسك علي ما فصل شيل نفسك اي ما سامع ايش عندنا بدل الفودكا باخد جبنة بليد ما فهمت المعنى استقبل وضامن طعنة زعلان متمني رجعنا زعلت والله زعلان حليم زعلان نشوف دقيقة بدل الفودكا باخد جبنة بليد ما فهمت ليش المعنى ما فهمت المعنى وايش قال ويت هو قال فودكا كاس جبنة اظن صح وين جاء خلينا نحول لتراك قلب حديد لان انا متاكد انه قال يعني فودكا كاس جبنة صح خلينا نسمع اللاين اللي قبله والبعده ممكن في وورد بلاي ما قفطنا يعني او ما قفشناه عجبتني بتلي في بيتها بخنقة وبطلع لازيتها بوصل لا مش بكريتها تكتيك زي خطة زيدان بيامينة مكانة فوت كف كاس جبنة ما تضيع زمنة مالك مال الناس اي اي شكلك بوم بوم صح؟ شكلك بوم بوم اي يا حليم مصيفة هنا شوف بيام هنا مكانة فوت كف كاس جبنة ما يعني ما في شيء له علاقه باللاين هذا لا قبل ولا بعد شوف قبل ايش قال بوصل لها مشبك ريدا تكتيك زي خطه زيدان بيع مين مكنه فودكا كاس جبنه فودكا كاس جبنه ما تضيع زمنك مالك مال الناس اللاين اللي بعده والقبله ما لهم علاقه بفودكا كاس جبنه ف حليم you said it خلاص المعنى واضح يعني إلا إذا طلع فيديو وقاعد يتكلم يشرح يعني قال يقول مثلا أنا كان قصدي كذا 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 ممكن لكن واضحة برو واضحة ومو مشكلة عادي يعني كلنا نخطأ يعني إيش قال غلطة لا تغفر صح ستيل هارد حروب أفضل من زلاتان سلام
برود بيدانا برانويا نفوس موسخانة تعبان سايقة نروح ودانا باللسين الناس عطشانة بدل الفودكا باخد يبنا بليد ما فهمت المعنى استقبل وضع من طعنا زعلان متمني رجعنا محارب جاك من ثكنة لسانك قلت لي مكنة عارفني بجيب لك أجلك وبرمي بحرقك وجعك بالطول والعرض بقلي انك حزين الارض عفسنك وطالعين للسماء وانت لسه بتحفر في الارض بيت بيت اخر السنة ده وقت الجرد ده وقت حصادي ده وقت البل كتلي زل ارواح مسل كلاب سعرانة تحب السر والسنة الجاية برضو زي دي ولا اقول لك اقوى من دي حليم راجي كل الجندي وبنسخن لسه ما شفت شي ما شفت شي يحفر لينا مات حليم تاج السر ود التاج Let's go اوكي هل الرد هذا افضل من زلاتان؟ 1000000% افضل من زلاتان لكن ايش؟ هل افضل من تراك ماجستيك؟ انا بخلي الجواب ليكم انتو هل تتفق انه التراك هذا يعتبر رد كافي وافي لتراك ماجستيك؟ I don't know لكن حاب انكم انتم تدوني رايكم فهمتني حاب انكم تدون رايكم يعني برو بس اللي عجبني فيه انه يعني عنيد يعني فهمتني خصم عنيد يعني وامس كمان اللي مسوينا الرياكشن ل علي جي اكس انا ايش قلت افضل شيء انه حليم وتودوب وعلي جي اكس وابو باي فهمتني وهكذا برو اخيرا كذا قفلنا البيف هذا اخر شيء نزل من البيف هذاك كذا راح نكون منتظرين ايش الاعمال الجديده عصام ساتي علي نصر الدين تراك ارماني يس مليون شخص كلمني عن التراك هذا سولجا يسر وحتى قالوا لي ان التراك هذاك يعني نفس الليفل تبع تشارلستون عرفت تبع تراك تشارلستون تبع سولجا وفي اسامي كثيره ثانيه والاهم من هذا كله سايفر السودان بارتو بينزل بكرة او يوم الثلاثاء يوم الاثنين او يوم الثلاثاء وفي 10 رابرز فهمت علي برو let's go سايفر السودان برو سايفر السودان وروني تراكم اجين في التراك هذا وخلي عينكم في القناة هذه لانه في اعمال كثير راح تنزل الايام الجاية واحتمال كبير في اليوم الواحد ممكن انزل تراكين يعني فهمت علي ممكن اليوم ممكن بكرة لكن ايش بحاول انزل بشكل يومي عبال ما اخلص اهم التراكات يعني ونحول يعني من السين السوداني كان معكم موديلا see you very soon out